يتهيأ المواطنون في البحرين لذكرى الاحتلال العسكري السعودي لبلادهم وسط أجواء من الترقب تسود مناطق مختلفة، حيث يشن النظام الحاكم في البحرين حملة حصار ومداهمات في أعقاب اشتداد العمل الثوري وإسقاط خيارات التسوية المنقوصة. يمكن أنتم ما تعرفون بلقاءات شخصية مع مسؤولين في هذه الجمعيات السياسية، ما نوع المزايا؟ وقد خرج الأهالي في تظاهرات غاضبة تحدت الحصار وأحيت ذكرى الشهداء الذي فاق عددهم 150 شهيدا منذ انطلاق الثورة. في السياق نفسه بدأت القوى الثورية في الداخل والخارج برنامجا حافلا للتنديد بجرائم الاحتلال السعودي. وقد عقد تكتل المعارضة ندوة في لندن شارك فيها حقوقيون دوليون وكشف جانبا من هذه الجرائم. يتم ذلك في وقت يخوض فيه النظام معركته الأخيرة من أجل استعادة بعض التوازن وبمعونة دول خليجية انساقت مع الحلف السعودي في إعلان الحرب على ثورة البحرين. ويشير مراقبون إلى مأزق غير مسبوق يواجه النظام نتيجة نجاح المقاومة الثورية في انتزاع قدرات النظام على امتلاك الساحة وإيقاعه في الإفلاس الإعلامي والسياسي. كما أشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء في البحرين عرض على القيادات الأمنية قرارا خليجيا بتوسيع الحضور العسكري الخليجي للمساهمة في محاربة الثورة وتطبيق خطة أمنية شبيهة بإعلان الطوارئ. يشار إلى أن دولة الإمارات أتمت استعدادها لإرسال دفعة جديدة من قواتها إلى البحرين، وأكد متابعون إلى أن هذه الخطوة جاءت بضغط سعودي بعد مقتل ضابط إماراتي في 3 مارس الجاري أثناء قمع تظاهرة شعبية في بلدة الديه.